أسعد الله أوقاتكم. حلقة جديدة من حلقاتنا عن بعض عادات وتقاليد ملوك وسلاطين الدولة العلوية، من بينها أن الحسن الثاني كان مولعا بالتدخين. لكن لماذا كان الحسن الثاني مولعا بالتدخين وبشراهة كبيرة؟ ولماذا كان يدخن في كل الأمكنة حتى أثناء الخطابات الرسمية داخل المغرب وخارجه، بل وأمام ابنه وأسرته؟ وكم يكلف السيجار الملكي؟ ومن أين يأتي؟ وما تكلفته؟ ولماذا كان يدخن السجائر الرخيصة؟ ولماذا كان المخزنية يحملون صندوقا صغيرا يحمل الكثير من علب السجائر؟ أينما حل وارتحل؟ ولماذا كانوا يطلبون منه التوقف عن التدخين؟ أسئلة نطرحها. هل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي كان يمر أو تمر بها البلاد وحالات الانقلاب كانت لها تأثير في دفع الحسن الثاني على مزيد من التدخين حتى بعدما أوصاه الأطباء بالتوقف عن التدخين؟ التفاصيل. يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات حول علاقة الحسن الثاني بالتدخين على الشكل التالي. من خلال صور الحسن الثاني الملتقطة له والموجودة على يعني موقع جوجل، أنه كان يدخن لمدة طويلة منذ شبابه ولم يتوقف عن التدخين أبدا. الحسن الثاني كان يدخن في كل الوضعيات، جالسا، واقفا، أثناء العمل، أثناء اللعب، في حالة المشي، في حالة الاسترخاء، أو بالقرب من ابنه الذي ينظر إليه باستغراب وهو يدخن، كما تبين إحدى الصور التي وضعناها في هذا الفيديو. بمعنى أنه كان يدخن في جميع الحالات، نهارا وليلا، مسافرا أو غير مسافر. هذا يعكس بعض من الحالة المزاجية للحسن الثاني الذي كان يتسم كشخصية بحالات من الغضب. أحد الفنانين الذين زار الحسن الثاني سعى إلى تقليده وبحث في كل المدن المغربية الكبرى عن نوع السيجارة التي يدخنها الحسن الثاني، وبعدما بحث بدون جدوى في المدن الكبيرة المغربية وبعد السؤال عن النازلة في وسط المقربين للملك والقصر الملكي، كلما أتيحت له فرصة ولوج دار المخزن والاقتراب من الملك في بعض المناسبات والسهرات الخاصة، علم أن السجائر التي كان يدخنها الملك الحسن الثاني هي سجائر خاصة وتصنع تحت الطلب، وأن الاسم المثبت على العلبة الفضية لا يشير إلى ماركة أو نوع سيجارة، وإنما يشير إلى أنها خاصة بالملك الحسن الثاني، وبذلك استسلم للأمر الواقع وكف عن البحث الذي تطلب منه جهدا جهيدا. في مشهد ثاني، فكما يقال للأمكنة حرمتها، صحفي لم يحرم نفسه من ارتشاف سيجارة داخل القصر الملكي بالدار البيضاء، وأثناء الانتظار بدء المؤتمر الصحفي على هامش إحدى القمم العربية، أشعل سيجارة وأخذ منها نفسا عميقا ودخل في نقاش سياسي مع زملاء المهنة، وإذا بحركة غير عادية تنبعث من ردهات المكان، فقد ظهر الملك الحسن الثاني مارا من هناك، ولم يجد الصحفي التونسي صافي سعيد المعروف بمشاكسته بدا من خنق سيجارته بين كف يده دون اكتراث بأن يحرق جلده. في مشهد ثالث، روى الزعيم التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية علي عتا أنه دعي مرة إلى اجتماع رسمي في القصر الملكي كان محوره إعداد الأجواء لمشروع خطة التناوب التي لم تكن معالمها النهائية
قد تبلورت بعد. قال إنه سأل الملك الحسن الثاني عن صحته كما في تقاليد ما بعد الإصابة بوعكة صحية ما، فجاءه جواب الحسن الثاني بأن الحقيقة ما ترى، وأسر له أنه يضطر أحيانا إلى التدخين خلسة لأن الأطباء حذروه من مخاطر التدخين. مشهد رابع: أن الحسن الثاني كان مولعا بالتدخين، خصوصا إبان وقائعي المؤتمرات الصحفية، فقد سجل الإعلامي المتميز محمد بن ددوش في كتابه رحلة مع الميكروفون أن عالما سعوديا تمنى على الحسن الثاني وقف التدخين أثناء تسجيل مقابلة صحفية خاصة، وكانت تلك المرة الأولى التي أدعن فيها الحسن الثاني لطلب محاوره أمام تسجيل الكاميرا. في مشهد خامس يذكر الصحفي المغربي الصديق معنينو الذي كان يرافق كثيرا الحسن الثاني أنه كلما توترت الأجواء كان القادة يهرعون للتدخين، ويذكر أن الحسن الثاني قال مرة في إحدى الجلسات: أدعوكم إلى عدم الإكثار من التدخين، لكنه مباشرة بعد ذلك تناول سيجارة من علبة كانت أمامه وأشعلها وأخذ يدخن وضحكت القاعة بكاملها. في مشهد سادس كان الحسن الثاني كثير التدخين، إن لم نقل أنه كان مدمنا عليه حتى في المؤتمرات الدولية والندوات الصحفية واللقاءات مع الصحفيين سواء داخل المغرب أو خارجه، لذلك كان أحد المخازنية المكلف بسجائر الملك يضع أمامه صندوقا صغيرا خشبيا به علب سجائر من مختلف الأنواع والأشكال بما فيها السجائر الشعبية الرخيصة الموجودة بالمغرب ورخيصة الثمن حسب رواية الصديق معنينو، ويضيف: كان الملك يختار سيجارته حسب هواه، وكنا كصحفيين فضوليين نقترب من ذلك الصندوق الخشبي لمعرفة أنواع السجائر التي يتضمنها، كنا في مناسبات عديدة لا نتعرف على ماركة بعض العلب المفتوحة والمنظمة، بل كنا في أحايين مختلفة نتكهن من بعيد بنوع السيجارة التي اختارها وشرع في تدخينها معتمدين على الرائحة المنبعثة من داخل القاعة. ويضيف: مع مرور الوقت وتكاثر المشاكل سترتفع وتيرة التدخين عند الحسن الثاني مما سيؤثر على صحته العامة، وحتى عندما منعه الأطباء من التدخين كان يختلي بنفسه ويشعر بسعادة وهو يدخن. ويقول: أخبرني الفقيه محمد عواد بأن المخازنية بمجرد ما كانوا يشعرون بأن الملك يدخن يفاجئونه ويرتمون أرضا ويصيحون على ربي أسيدي على ربي أسيدي، وكأنهم يتشفعون لديه للتوقف عن التدخين. كانت هذه حلقة عن علاقة بعض عادات الحسن الثاني بالتدخين. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لتفاعلكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم ودعمكم المستمر للقناة ولهذا المحتوى. كان معكم كما دائما عبد الله، وإلى لقاءات متجددة كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.